اننا في شهر الانتصارات، شهر العزه والكرامه، شهر اكتوبر وانتصارات اكتوبر المجيده وبنحتفل بيها هذه الايام، لازم نتكلم على تاريخ العسكريه المصريه اللي سجلته جدران المعابد. كيف كانت عقيده الجيش المصري؟ هل احنا فعلا اول جيش تم تكوينه؟ هل احنا فعلا عندنا اول قاعده عسكريه على مر العصور ومر التاريخ في العالم كله؟ كل ده هنعرفه ونقترب منه. معلومات كتيرة جدا هنعرفها النهاردة من ضيفي العزيز اللي دايما بيشرفنا بكل المعلومات وفيض معلومات كبيرة قوي، دكتور بسام الشماع، المؤرخ وعالم المصريات. أهلا بك يا دكتور، منورنا وصباح الفل عليك. تاريخ سجل على المعابد والجدران لازم ان احنا نتوقف عنده. أول جيش نظامي، دايما نسمع الكلمة دي، أول جيش نظامي كان هو جيش المصري القديم، من أين كانت البداية؟ البداية كانت بالعقيدة القتالية للقادة والجندي. ايه هي العقيدة؟ العلاقة العقيدة دي ابتدت انت لما تيجي تتكلمي عن الأسرة الأولى، تتكلمي على توحيد القطرين. كان هناك ملك يمكن ما بيذكرش كتير، لأن نعرمر مثلا اللي هو احنا نسميه نارمر، أو من اللي هو ميني اللي هو مينا بعد كده، هم دول اللي بيذكروا أكتر. يعني دول اللي بيذكروا أكتر. لكن النهاردة أنا عايز أعرفكم على شخصية اسمها حير عحا. حير عحا دوت حير حورس، عحا يحارب أو محارب. نعم. فأنت بتتكلمي على واحد من 5200 سنة تقريباً اسمه محارب. هذه هي العقيدة هي. بعد كده عرفنا إن الملوك كانوا حريصين جداً على حاجة اسمها تعزيز الحدود، ده في النص. يعني الملك قاعد مع ابنه بيقول له عزز حدودك. عزز حدودك. بناء القلاع. الملك سنفرو الشهير مؤسس الأسرة الرابعة وأبو خوفو يقول لك قلاع سنفرو، قلاع سنفرو. فاختراع فكرة الحد لبلدك، اختراع فكرة حرس الحدود لأول مرة في تاريخ البشرية، اختراع فكرة القلاع والفيالق العسكرية. وني قائد عسكري في الدولة القديمة بيشرح لك بالتفصيل في النص بتاعه ازاي لما حارب على جدران معبد بيبي، مش كده؟ انت عندك الراجل ده بقى، خدي بقى بيبي قبليه كمان تاتي مارين راعي. يعني كان في جنود بيقعدوا ثلاث ملوك بيقعدوا في الجيش يخدموا لمدة الزمن بتاع حكم ثلاث ملوك. عندنا ذهبت فجلبت 3 أسرى من الأسيويين وقدمتهم أمام جلالات أمام الملك، يعني بيقول فأهداني الذهب. فعرفنا أن التشجيع للجندي المكافح المنتصر كان ذهب من القائد بتاعه. لغاية لما بتوصلي لفكرة بقى الجيش النظامي كما نعلم نحن الجيش بفيالقه بقى، وعرفنا ان كان هناك حاجه اسمها كاتب الجنديه. كاتب الجنديه ده اللي بيعمل التجنيد، اللي بينزل القرى وبيكتب اسماء المجندين. فعرفت احنا اول ناس عملنا ريكروتمنت، مش فكره ان هو بيوثق للحرب، هو يوثق للحرب. ده بقى اللي كان بيطلع مع الملك. يعني عندنا ايمن ام حاب دوت، ده كان قائد وعسكري ومحارب وتكتيك واستراتيجيه، وكان ايضا مراسل حربي. لو تحبي اللقب كده تخيلي، كان اسمه ايمن اللي هو على خط النار زي ما احنا بنقول. على خط النار. طب هل فعلا كان عندنا اول قوات خاصه؟ ايوه يا فندم، فرقه الـ3 سبعات او فرقه الصعقه، فرقه الاليت، الفرقه الخاصه يسموها في بعض البلاد الاخرى سوات، اللي هي الفرقه اللي بتخش تخلص مشاكل وبتطلع ديت بمنتهى السويفتنج ده بالسرعه وبالذكاء وبالتخطيط. ده موجود في مصر القديمه بالحرف. ابتدى امتى؟ يعني وانا كنت عارفه برضو ان هي كانت حمايه للملك في البدايه. كانت عندك فرقه الميدجاي، احفظوا الاسم ده يا جماعه، ميدجاي. انا عارفه هو ظهر في فيلم من افلام هوليود، بس هو ظهر على ان هم يعني بس برضو الناس تبقى عارفين يعني حتى وهي بتتابع الافلام تبقى عارفه ايه الصح وايه الغلط. هو كمان كان هو كان غلط في الفيلم اللي اشتهر فيه الاسم ده. لكن الميدجاي فرقه من الجنوب، فرقه نوبيه عظيمه، كان فيلق بحاله كده. هو هتروحي المتحف المصري هتلاقي جنود كده هو سمر شداد. لما جانب غنت قالت ايه على الجنود المصريين؟ قالت ايه؟ الرجال السمر الشداد. السم فكره السمر. فعندك شادية. الميدجاي شاديه. ففكره السمر وفكره القوه. وكان الفيلق ده بعد كده اتعرف انهم كانوا يصيبوا احداق عيون العدو، يضرب سهم الميدجاي دول الجنوبيين المصريين العظام دول. يضرب السهم يخبط في عين حدقه عين العدو الناحيه الثانيه. فبتتكلمي على القناصه. يعني كان عندك قناصه في مصر القديمه ومصر الجنوبيه العظيمه، كان عامل العين سواده يعني. انت متخيله؟ دكتور، يعني لما بنتكلم على الجيش النظامي لازم بقى نذكر
أدوات الحرب بالنسبة لنا. إحنا دايما بنقول أدوات الحرب عند المصري القديم على طول يجي في بالنا العجلة الحربية. طيب إيه الأدوات اللي إحنا استخدمناها وإزاي قدرنا إن إحنا لو هي فعلا أدوات بسيطة إزاي إن إحنا قدرنا إن إحنا نعمل جيش نظامي على مستوى العالم وهو الأول من نوعه، وإزاي الإمبراطورية المصرية قدرت تتوسع رغم إنه كانت الأدوات بقى ضعيفة حسب المقولة اللي في البداية. صحح لنا. بدأنا نفكر في جيش نظامي كما يعلم الآن الجيوش بالمرشات العسكرية، وبالمناسبة كل جنود مصر القديمة سواء متجاي أو غير متجاي هتلاقي تماثيلهم متقدمة بالرجل الشمال. ليه؟ فهتلاقي المرش العسكري المصري من آلاف السنين قبل الميلاد شمال يمين شمال يمين. نروح بقى أوروبا دلوقتي left right left right، مش هتلاقي جيش في الدنيا ماشي right left. انت اول واحد عملت المارش ده اللي هو بعد كده سموه مش عارف ايه واللي سموه خطة الاوزة واللي سموه مش عارف ايه النازيين والجيش، لا 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 ارجع لمصر القديم. طب ممكن اربط النقطة دي بالتماثيل اللي هي موجودة؟ اكيد، لان هو مقاتل، هم على طول واقفين متقدمين برجلهم الشمال. نعم، وقبضة الايد على طول قافلين الاصبع الابهام علشان العضلة تبقى مشدودة. شيل دي مش هتشد العضلة زي ما انت عايزها. اشكرك. شوف بقى ازاي ادي الجنود هم، وشوفي كمان التقدم بالمرش الشمال. وشوفي ازاي ان هم كانوا يقول لك ايه رمسيس الثالث يقول لك ايه يزقرون كالاسود في الجبال. ده بيشجع جنوده وبيديهم صفه الاسود، فلغايه دلوقتي انت تقولي ايه الاسود الاسود اللي في الجيش. نفس اللفظ ونفس التشجيع يقول لك ايه مونشو ابن مونشو. مونشو ده كان معبود الحرب والمعارك والانتصارات. فلما اجي اوصف القائد بتاعي اوصف الجندي بتاعي يقوله ده انت مونشو ابن مونشو، ده انت مع ده انت اكبر حاجه في الحرب والنضال. بس هرجع لسؤالك، العجله الحربيه اختراع غير مصري. تاني اختراع غير مصري، اوصل لك كده ب10 رمضان السادس من اكتوبر العظيم 73 لما احنا خدنا الاسلحه والجندي المصري بذكائه المعتاد اخد السلاح وعمل فيه ايه؟ عملت ايه في الصواريخ؟ عملت ايه في الصواريخ بتاعت الدبابات؟ اخدتيها وطورتيها رغم امكانياتك وقتها كاقتصاد امام العدو ما كانش الحاجه اللي انت هتقدر تواجه بيها العالم وقتها. لكن عملت ايه وانتصرت ازاي؟ يبقى اذا سر انتصار 6 اكتوبر هو سر انتصار معركه مجدو بتاعت جهتمس الثالث حكم سبتمبر. هي مهاره اصلا الجندي الانسان وعقيدته القتاليه. العقيده اللي كنت بتتكلم عليها في الاول 14 اكتوبر عملتي معركه المنصوره، ادرسي كده الطيارات بتاعتنا وادرسي الطيارات قوات الجويه بتاعتنا وقوات الجويه بتاعتهم. ما ينفع الطيارات بتاعتنا عقيده قتاليه واخلاقيات حرب. اخلاقيات الحرب ازاي كانت بتجسد عند المصري القديم؟ المصري القديم كان بيجيب الاسرى. شوفي جهتمس الثالث عمل ايه؟ لو تحط مستند كان لما يهزم الكونفدراليه الخطيره اللي كانت واقفه عشرات فيالق بامير قادش في كنعان. يعني تتكلمي في شمال فلسطين دلوقتي.